أكدت رئاسة الأركان الأوكرانية على وصولها إلى 20 مرتفعا واختراقا بخمسين كيلومتر. والتصريح جاء من أليكسي غروموف وقال بأن العملية بدأت منذ بداية الأسبوع وأن المشاركة تمت عبر الجيش والحرس الوطني وباقي الأجهزة لتصبح بعدها إدارة أوكرانيا لأراضي خاركيف ويوزنبوز ب 700 كيلومتر، أي بمساحة تصل إلى 700 كيلومتر. وتأكد من خلال ماسيلسكي دخول القوات إلى عمق المدينة وقد تم قطع الطريق فولخافيار والإتش 26 في مديرية شيفجينكو. وحسب الروس فإن هناك حجما من القصف تم ب 200 صاروخ وقذيفة في ال 24 ساعة الأخيرة، طبقا للكولونيل إدوارد بازيرين، واعترف بالقوات الخاصة وقصفها لمطار دونيتسك. ونشرت أفيا برو فيديو عن القوات الخاصة الأوكرانية وعن كمين لفاغنر سقط أكثر من 9 إلى 10 دفعة واحدة، وهذا الذي تكرر في 4 كمائن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أهم انتشار فوري في خاركيف تم عبر فاغنر القوات الخاصة هنا. إذا العملية أصبحت خاصة ببساطة شديدة لنفهم ماذا جرى. كان الكل يركز على خيرسون، انتقل الوضع إلى خاركيف، ومع وصول وزير خارجية أمريكا إلى كييف كان واضحا أن القوات الخاصة وصلت إلى ضرب مطار دونيتسك، فكان الرد مباشرة ليس عبر قوات إنما عبر فاغنر. فعيد انتشار فاغنر حول كل الكمائن، فأصبح كل تقدم في أكثر من كمين. لذلك فاغنر استدعي، لم تستدع القوات الخاصة. أولا هذا يتأكد من خلاله أن القوات الشيشانية فعلا من القوات الخاصة لا وجود لها في خاركيف، هذه مسألة أولى. القوات الخاصة الروسية من باقي الجمهوريات لا وجود لها في خاركيف، الكل يعتمد على دونيتسك على وجه التحديد. ولأن هناك نقطة سلبية يجب إثارتها لفهم ما يجري بالنسبة لروسيا التي تؤهل الميدان من أجل الاستفتاءات التي ستبدأ مع 4 أكتوبر، وجدنا أن هناك نوع من تراجع القوات الروسية كي تظهر الجمهوريات الشعبية أكثر قوة بجيوشها وبشرطتها وبكل ما ترغب فيه. لذلك فمن الصعب جدا أن تكون هناك قوات روسية بحجم ثقيل وأن تمر الاستفتاءات بشكل جيد. اضطرت روسيا إلى سحب القوات الخاصة، اضطرت إلى سحب كل ما يتعلق بالثقل، ثقل القوات والجيش الروسي وخصوصا القوات الخاصة، فكان ضروريا من إبعاد القوات الخاصة. وهذا جاء نتيجة رغبة من حكومتي دونيتسك ولوغانسك، طلبت بشكل مباشر قبل الاستفتاء سحب القوات الخاصة. سحبت القوات الخاصة، توقف تمدد القوات الروسية باتجاه العمق الأوكراني. وجد الأوكرانيون الفرصة في الهجومات المعاكسة، ويريد أساسا بوتين هذه الاستفتاءات لدعم شرعيته. أي شرعية هنا؟ لا شرعية دولية تدعمه، لا شرعية إقليمية تعترف به، فعلى الأقل لا بد من شرعية ما. ثانيا أنه لا يمكن أن يعلن الحرب وهو لم تمس أراضيه. كيف يعلن حربا ويعتقد أنها بين قوسين دفاعية على روسيا، وفي نفس الوقت هذه الشعوب التي تطمح إلى أن تكون في روسيا لم تستفت بعد. إذن لا شرعية لا في الداخل حسب الدستور الروسي، ولا في الخارج، ولا شرعية دولية، ولا شرعية داخلية، ولا شرعية دستورية، ولا أي شيء. معنى ذلك أن البناء على الاستفتاء ضروري، والاستفتاءات التي أعلنت عبر الدوما في 4 أكتوبر وأصبحت سارية، هذا الذي كان فيه الاستعداد نحو الاستفتاءات وانسحاب القوات
وجدنا أن هناك هجوم مضاد من القوات الأوكرانية، هذا لضبط الأمر. المسألة الثانية، وجد الروس الحل انطلاقا من تمرير كل هذا بتوقيعات من الحكومات الشعبية في دونيتسك ولوغانسك مع فاغنر، فأصبحت القوات الخاصة تمر عبر فاغنر، وهذا الذي حدث وهذا الذي رأيناه مباشرة بانتشار سريع لإيقاف هذا الهجوم. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أن القوات الخاصة اليوم تعتبر بمثابة فاغنر أخرى لسبب رئيس، لأن هناك تعاقد ما بين فاغنر وما بين قاعدة في روسيا تعطي لضباط وغيرهم أن يكون لهم الحق في الحركة عبر هذه الشركة للوصول إلى الأهداف داخل ما سمي بمناطق الحساسة، وهذا لا يمت بصلة لما هو خارج روسيا، هو الذي في روسيا يمكن الوصول إلى هذا الوضع. إذن هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة، أن القدرات الدفاعية التي يراها الآن على الأقل روس في خرائطهم، فهذا يعني مباشرة أننا أمام إعادة اعتبار واضح للتقديرات الحالية، وحدث ما لم يكن متوقعا، إذ بالنسبة للقوات الخاصة الأوكرانية فقد قامت بعملية خاصة في خاركيف بعيدا عن حالة الهجومية التي كانت في خيرسون. هذه مسألة أساسية أولى، وكان الرد من الاتجاه الآخر كما ذكرنا بالانتشار السريع لفاغنر. إذا قوات خاصة في مقابل قوات خاصة أو شركة خاصة في مقابل قوات خاصة، تعتقد تماما الروسية على أن هناك شركات خاصة أيضا تعمل إلى جانب هذه القوات الخاصة. إذا الأمر هنا واضح بالنسبة للردود، لكن هنا سؤال شديد الأهمية، عن أي تكنولوجيا الآن تريد كل من روسيا وأيضا أوكرانيا انطلاقا من بريطانيا وأمريكا؟ اليوم فيه صراع حقيقي للشركات الخاصة، شركات خاصة أمنية غربية بدعم للقوات الخاصة الأوكرانية في مقابل فاغنر والقوات الخاصة الروسية. وكان واضحا جدا أن العملية التي دارت بخصوص مطار دونيتسك كشف كل شيء، وهذا الذي يجب إيضاحه الآن، على أن القوات الروسية والقوات الأوكرانية خارجتان عن إطار العملية الحالية. في هذه العملية في خاركيف كان واضحا جدا أن العملية معقدة للغاية، وبين فاغنر والقوات الخاصة والشركات الخاصة الغربية، وهذا هو الشيء المؤكد بوضوح كبير. قضية الاتصالات بالنسبة للمطار، عندما قصف مطار دونيتسك لاحظ الجميع أن هناك عدم الوصول إلى الأهداف. من جهة لاحظنا أن هناك قصف 200 صاروخ إلى حدود 200 قذيفة في 200 في 24 ساعة، وواقع الحال أنها في 8 ساعات، يعني أن حالة الاقتحام لم تكن إلا في حدود 8 ساعات، والقصف كان بالنسبة ل 200 بين صاروخ وقذيفة في أقل من 8 ساعات، وهذه معدلات كبيرة مقارنة مع حجم الاختراق، يعني أن الاختراق كان عموديا لم يكن أفقيا، الاختراق كان عموديا بالأساس، يعني ليس تحريك لخط الدفاع بشكل كامل، إنما اختراق في حدود 50 كيلومتر. في حدود هذه 50 كيلومتر هنا فاغنر استغل الظرف لتقطيع كل المتقدمين، وهذا ملحوظ من خلال بروز الآن الفيديوهات التي هي اليوم تنشر، وبدءا من أفيا برو وجدنا أن المخابرات هدأت الشعب الروسي بأن كل الذي قام بعملية الاختراق قطع بشكل كامل، أي أن السكين الذي أراد أن يخترق هذه الأراضي
هو عاد مباشرة وكسر تكسيرا وبعمليات دقيقة للغاية من فاغنر. ولأول مرة نرى أن هناك استخدام لموقع القريب من الاستخبارات الذي سرب لضمان التهدئة في الشعب الروسي. كان ضروريا لأفيابرو أن يقدم شيئا للطمأنة، فكان واضحا أن هذا الفيديو كان مطمئنا للغاية. أولا صورت العملية بشكل كامل، يعني كيف انطلقت القوات الأوكرانية وكيف صعدت في سيارة وكذا للتقدم مباشرة، كان كل هذا تصوير قبل القصف. من الجهة الأخرى سنرى أن هناك عديد من الفيديوهات من أجل التأكيد أن فاغنر قامت فعلا بخلق الكمين. فهل 50 كيلومتر كان مجرد كمين؟ هذا هو السؤال. هل الأمر يتعلق بجزئية أم بكامل العملية؟ هذا سؤال آخر. المؤكد أنه في حدود 30 كيلومتر كانت هناك ردود قوية من فاغنر بقوات خاصة على القوات الخاصة، أو قوات الشركات الخاصة على قوات الشركات الخاصة، وهذا يعني مباشرة أن الرغبة في الوصول إلى أهداف العملية تم. هذا الذي يمكن تأكيده. وحالة الانتشار اليوم، حالة انتشار بالنسبة لفاغنر سريعة للغاية. في حدود القصف في حدود 4 ساعات جاء انتشار فاغنر، هذا كبير جدا، يعني أن العملية اللوجستية التي استخدمت في ضربة فاغنر في هذه العملية على وجه التحديد، والانتشار في خاركيف في حدود لا تتجاوز ما بين 2 ساعة و3 ساعات، وخلق الكمين أي الانسحاب على بعد 50 كيلومتر، وآنذاك يقطع أو تقطع القوات الخاصة الأوكرانية، كل هذا له أكثر من هدف. قد يعد نجاحا، ولكن في الاتجاه الآخر فإن الشركات الخاصة مع القوات، أي الشركات الخاصة الغربية مع القوات الخاصة الأوكرانية، أيضا أخذت مسارا آخر، إذ عرفت في أول مواجهة أنها مع فاغنر، وأن القوات الخاصة في مقابل قوات خاصة، ولن تكون القوات الخاصة الروسية بل فاغنر حصرا. وهكذا ففاغنر ستدعم الجمهوريتين دونتسك ولوغانسك، جيوشهما ستدعمهما قوات من هذه الشركة، على أساس أن هذه دول وليس فقط أقاليم تابعة لروسيا. الأمر يتعلق في نظري على الأقل الروس أن هذه الحكومات هي التي وقعت مع فاغنر، وأن فاغنر تشتغل تحت ضوء قانون الجمهوريتين الشعبيتين لدونباس. هذا كله له تخريج قانوني، أو على الأقل لديه تبرير قانوني نوعي بخصوص ما يجري. إذن أمامنا هذا الوضوح، لماذا فاغنر استطاعت أن تتجاوز أكثر من 150 إلى 200 من القوات الخاصة الأوكرانية. كان صعبا جدا، لأن عملية الاختراق بخمسين كيلومتر، أي الدخول بشكل عميق للغاية، كان لابد أن يكون له رد فعل. وهل هو كمين هذا الذي يظهر؟ على الأقل حسب أفيابرو، فيما الأوكرانيون يعتقدون بشكل كامل أن قواتهم، أي جيشهم وقواتهم الخاصة والحرس الوطني وباقي التشكيلات، قامت بهذه العملية على أساس أنها لم تبدأ اليوم وإنما من بداية الأسبوع، وهذا معلن لأن هناك هجوما مضادا، وهذا الهجوم كان له هذه الطبيعة اليوم على غير ما كان في وقت سابق. الاختراق إذن هل هو كمين؟ هذا هو السؤال الذي يختلف فيه الروس عن الأوكران. الأوكران يؤكدون أن هذا نجاح لهجومهم، فيما الروس يؤكدون وخصوصا عبر فاغنر أن الأمر لا يتعلق بأكثر من كمين. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء.